عرفتي توجور أزال ثقانا في الخدمة. اليوم كتب ربي بعد ما كنا في قلمة في قلمة أنا اليوم في إيريس. هذه إيريس إيريس هذه إيريس جاية في بيتنا بعيد على بيتنا بسبعين كيلومتر. هاي هذا خونا وهذا خوتنا بالباع وما يسنوا في أزال ثقة. أزال ثقة راهي في الخدمة 24 ساعة 24 ساعة. وها خونا كان عندنا في المحل واش خونا كان في بارك الله فيك. هذا الجمالي فاتك بارك الله فيكم يعطيك بصحة. وخونا هذا كان عندنا نهار جمعة في المحل تاعنا. السلام عليكم. الله يبارك. كان عندنا في المحل فوق ليها وكيما وعدنا بالشومبرا تاعو الشومبرا تاعو لحقاته ان شاء الله. رجعت في الوقت الحمد لله. وفوق شوية ان شاء الله نعطيكم فات مونطا ان شاء الله. هذا شيخ هذا هو شيخ بابا. مرحبا بك مرحبا بك يعطيك الصحة. الله يسلمك. بدية الرئيس وشكرا على ليكيب بارك الله فيكم. خدمة وإتقان وكلش خويا والفريق بارك الله فيكم بزاف بزاف. وهاي الخدمة ربي يحفظ. السلام عليكم خوتي. توشو الأثر ثقة في الخدمة 24 ساعة 24 ساعة. وكما قلنا لكم خونا في بثنا تلقينا لكم فيديو البارح. اليوم إن شاء الله رانا لحقنا له أمانته وهاي الشومبر ديالو كما شافها عندنا الجماعة اللي فاتت فوق ليها جبناها له للمحل المكان تاعو واستقبلوا لها بأحسن استقبال والحمد لله. أزال ثقة وين رحنا بيوتهم كانوا مفتوحين لينا. نشكروا أزال ثقة على رأسهم أو عارف شكون. المهم أزال ثقة راهي في الخدمة 24 ساعة 24 ساعة. وخونا واش هضرنا معاه فوق ليها وبينا له بلها تاعو ليها الدار وهنايا. واش هاك في أزال ثقة خونا؟ خويا أحسن استقبال ليه والخدمة هنا بارك الله فيك. وحنا هنا في خدمتكم بارك الله فيك. وتوجور كما قلنا لكم تابعونا في الصفحة في اليوتيوب لين تلقاو جديد. أثر ثقة في خدمتكم وإن شاء الله جميع البيوت الجزائرية إن شاء الله نتزوركم وندخل عندكم إن شاء الله. والسلام.